يا ليلى يا ليلى ليلى يا ليلى يا ليلى يا ليلى يا ليلى ليلى يا ليلى. مهيسين ما شاء الله تبارك الله. ايش في يا ابو احنا عايشين الدور. دقيقة بس خلينا اول شيء نرحب بالمستمعين واهلا فيكم طبعا اليوم في حلقة جديدة ومسابقة جديدة واليوم الشمراني داخل تحدي فظيع معانا. يعطيكم الف الف عافيه. يلا كمل الانشود. يلا سمع يا ليلى 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 يا دجاجة كوزي تعالي من جوا المطبخ تعالي يا دجاجة كوزي تعالي من جوا المطبخ تعالي يا دجاجة كوزي تعالي من جوا المطبخ تعالي يا دجاجة كوزي تعالي من جوا والمطبخ تعالي يا ليلى لا 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 يا ليلى لا 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 يا ليلى يا ليلى يا ليلى ليلى يا ليلى دجاجة كوزي تعالي من جوا المطبخ تعالي يا دجاجة اني راح يبدا الوقت معاكم الان عندكم 20 دقيقة خلصونا الطبخة. انا هنا عند السلطة والبصمة. هيا خش على السلطة خش على السلطة خش على السلطة. بدا الوقت معاكم قشر البصل عندكم سلطة اللبن. ايوه نقشر البصل. لا ما تحطينه البصل للرز. يلا اثنان هذه كم اسويها صغيرة؟ واحد. ايوه فرمها بدا الوقت. يلا بدا الوقت معاكم يا ابو عمار. ايوه حبيبي صل على النبي. شد حيلك الله صل على النبي. هذا يعني الدجاج الان سلقناه احنا حطينا له شويه كركم عشان الزفره كذا تطلع كل شيء تمام ملحناه وظبطناه. حتحط عليه ايش؟ لبن نص الصلصه هذه ملعقه صلصه شويه زنجبيل. يعني انت تتكلم على تمام؟ زي الصوص ايش رايك خلينا ننزل المكونات على الشاشه كذا يا شمران يا شمران نقطوها ونقول لك مره اقول لك يا ابوي تعال اشتغل يا شمران. الرجال يا اخي والله بياخذ درجاتنا. خش روش 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 يا اخي خش يا رجال ياخذ الدرجات حقنا. لا حول ولا قوه الا بالله يا شمراني. خلينا نقول اهلا اهلا خلينا نقول المكونات كذا عشان المشاهدين يشوفوها. عندنا اللبن عندنا معجون طماطم زنجبيل عندنا الفلفل التركي هذا الحلو الجميل للولادة حلوة فلفل أسود قرفة ثوم مطحون بهارات مشكلة ملح كركم وهذه بهارات حب للرز وعندنا مرق الدجاج وعندنا ليمون. هذه كلها لسان الصعفور وهذا لا يا عم لسان عصفور ايه يا عمي ده صنوبر. اوه صنوبر. يلا خلينا نعيش. تعال ذكرتني بلبنان. تعال سوي لي الشغلات. يلا 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 ضيف حط شويه ملعقه صلصه. عيوني. يلا على الدجاج هنحطه على الفرن على طول تمام. كذا كذا كافي يا دكتور يا شيف. دكتور حضرات تعالي خلاص اخلط. يلا اخلط كذا نخبط. حط 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 يلا حط على اللبن على اللبن على اللبن. تعالي من جوا اللبن تعالي يا سلطة حمراء تعالي يا عين عليك من جوا الطبخة تعالي يا سلطة حمراء تعالي راح يخبص لكم الطبخ. باقي نحتاج الصلصه في شيء ثاني ولا كلمه خليني بحالي. هات يا وليد انا جالس بين اثنين شكله في ديربي. ايوه الحين ابهر. اول شيء اخلط الخلطه كلها كذا ابهرها مظبوطه. طيب نحط كركم نحط ايش؟ مين ده؟ زبيب. اوه الله خليني احط عشان يصير لي دور في العمليه. هيا حط انت بتحط كل البهارات. طيب كده تمام؟ ايوه روح روح والله قاعد ادلع الدجاجه. روح يرحم امك قاعد تحط على دجاجه واحده الباقي كله فاضي. يا اخي انت تعرف تحط في فمك بطيخه صيفي ايش يسموه كده؟ ها لا هم يحط فيها الله بطلع. عليك هيحط عليها تمام؟ هيحط عليها رشه ملح. الله عليك يا حبيب والديك. ايوه قطع البصل. يلا قطع البصل الان. ايوه قطع البصل حط رشة فلفل هنا. دقيق بصل ذوم عشان نكشف بعدين نحط له الرز. هنا؟ في شطافات. ليه يا لا لا هذا الليمون. يا ليلي يا لا لا يا ليلي. يلا يا شباب ترى الزيت بدا يغلي هنا والشمراني. يا لا لا الطبخة الشباب بالاغاني اليوم وبالطرب. ها يا سيدي جاهز. ها كيف؟ يلا اخلط اخلط. والله زي الفل يعني اخبطها. اي خبطها. كذا؟ قلنا لك حطها على اللبن عشان تعرف تخبطها. شفت السواد دحين؟ دقيق الرز. حط مين؟ حطيت هنا. ها وتحط هنا هذه المكونات تحطها على اللبن عشان تخلطها كده وبعدين تمسح الدجاج. انت راح حاطط على الدجاج كله. اشرح الوليد. يلا مو مشكله مو مشكله. الرز تكشن وبعدين تحطه. طيب الحين يلا ادونا البصل يا شباب. اللبن خلاص سيبه الان. هنا اخلط هنا شيل هذه واخلطها هنا مع بعض. هنا حطها هنا هذا الرز اخلطها هنا اخلط مع اللبن. هنا في لبن هنا في لبن. ايوه اخلط اخلط. شوف انا حبيبي شيل حبه دجاجه هنا. ايوه حبيبي البصل صغار ولا افرم دوائر. افرم كده. ايوه يلا اخلط سوي الخلطه هنا.
هنا اسوي الخلطه عشان بعد كده تاخذ من الخلطه وتقعد ايش؟ حلو توزع الدجاج. اما بتحطها كده مباشره ايش حيصير فيها؟ ايوه فهمت حتتجمع. فهمت ايوه. قد ايه كل يوم انا اعلمك الشغله هذه ولا ما كيف؟ تشخط فيا ما تشخط فيا يا اخي والله 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 انا ترى اتعقد لما حد يشخط فيا. حط الليمون ها يلا ليمنها يا سلام محمد شمراني اغلق بعدين تخش انت ها يلا 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 اخلط اخلط مضبوط اخلط مضبوط والله يا ربي ريحه الدجاج مره حكايه وري هلا شايف شمراني والله مره حلو شوفك اليوم كذا مفنش خليه هذا في نوم في نوم في نوم يا شجرة ميلي تعالي قاعد افكر شيء مشغلني يا ابو عمار ابى اسالك سؤال قول اليوم طبختنا بيروز ها برز ايش اليوم دقيقه شعلان ايوه اكيد رز الشعلان كل شيء من زمان اخوان شباب تعبان كذا وابغاك تقوم تطبخ الرز كذا وترينا شطارتك هنا رز الشعلان من زمان اخوان احباب احباب من زمان احباب اليوم اخوان احباب تقول انت نجم 70 فاصل 70 فاصل طلعنا رز الشعلان من زمان احباب وانت رز الشعلان بسمجي مزه هنديه مانيش زمان من زمان احباب اللي ما يطبخ برز الشعلان ياكل الاكل وهو ندمان هذا الكلام نعم ادينا البصل ادينا البصل يا فهمان يلا البصل خش علي بالكلام المفيد شمراني تغير يلا مو مشكله تغير قوم قوم اشتغل قوم قوم اتلحلح شوف الطشه خلاص حط الدجاج حط الطشه حط البهارات حط البهارات صوت الفجار ده بهارات الحب اليوم انا فاكر ايش هنا حط بهارات الحب حط ايه خش خش كلها ايوه حط كلها يلا لا مو كلها الفلفل هناك الفلفل هذيك اللي هناك الفلفل الفلفل اللي هناك الفلفل اللي هنا ايش سويت ده البهارات الحب كلها مو هذه اه شيخ يلا حط 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 ارمين فلفل قصه بالنص ارمين ايوه يا شمران يلا يلا حركه ابك فين الفراشه اي جبت العيد فين الفراشه حقت كل يوم انا والله احس اني شويه تعبان اليوم لا لا سلام انا في خاطري شيء قول قول يعني صراحه يعني بعد انا ما كنت صراحه كنت متمرد على الفقره هذه طلاب عمار ترى اللي حد اني اجي الفقره هذه حاجه واحده ايوه ضغط الجمهور وادبك الجم يا ابو عمار الله يخليك وتواجد زملائي معايا الله وليد ونقيب حبيبي تسلم ضغطوا عليا وهذا اللي خلاني شمراني بالله هات الصواني من جنبك هات الصواني ايش؟ اللي جنبك هنا انا حالتي حالا انا ما ادري وين انا ابغى انا ابغى مكوني 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 يا اخي ده دراما يا اخي خذ يا حبيبي خذ يا حبيبي احس اني بوقع خذ يا حبيبي بوقع من طولي ما ححرمك من حاجه خذ بوقع انا في خاطري حاجه بقولها بس انا ما راح احرمك ان شاء الله اليوم لان انا ما اضمن اني اكون معك مره ثانيه في المكان هذا ان شاء الله كل يوم حبه كم حبه اشم ريحه الفرن اثنين ثلاثه يلا كل الطبخ ترى سهل يا شباب اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها لا حول ولا قوه الا بالله بصراحه في خاطري شيء بقوله قوله ابغى اتكلم واشتغل لان وليد لزم علي قاعد يزن علي قبل ادخل لا لا تتكلم تقعد واقف اشتغل ايوه فانا اسمع كلام عمي وليد جدي وليد اخويا وليد حبيبي بعدين شغلك ها طيب انا عندي مشاركه ايوه عندك انشوده انشوده عن المطبخ ايوه يلا قول مطبخي مطبخي لا 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 القدور والصحون والخضار والبهار القدور والصحون والخضار والبهار ها هنا نطبخ ونكشن بين الطماطم والبصل بين الطماطم والبصل شمراني مطبخي شمراني بقول لك شيء مطبخي شمراني حبيبي بالله طلع يا شمراني ترى وليدك النص ربع الدجاج يا تعال تعال ابو عمار تعال لقينا لقينا لا لا لقينا ابو عمار شمراني انا ماني زعلان على انه نشد ولا ما نشد نشد انا زعلان نشد انا زعلان على مهندس الصوت انه اعطاه صدى ليش يعطيه صدى عشان يضبط شمراني انتبه بطولنا بين يديك يا شمراني ترى شمراني يا الحين بالله نجيب صوت الشمراني مو جميل والله شوف من اجمل الاصوات اللي انا سمعتها في حياتي لا كذا انت في رمضان ابو عمار استغفر الله على طول استغفر ابو عمار انت الوحيد اللي دائما يوقف معاك والله حاولت اجاملك ما في فايده لازم تجاملني في رمضان قال لي ذكرني احنا في ليالي فضيله ها ارمي افرم افرم ولا اقطع افرم اقول لك افرم يعني نقيب ها والله تبغى صدق هاي قلبي الله يعطيك العافيه حط الجنزبيل حط الجنزبيل يا راجل ما قصرت هنا في النكبه
حط لك كله كله انا قاعد اقول له اقول له انا كله. اقول انت تقول لي وانا اقول لك هي ريحه بس حدد قلت احط كل البهارات خلاص عارفين البهارات الحب ترى انا صحيح. والله انا ما اعرف اطبخ ها؟ لا لا افرم افرم نجيب افرم خذ السكينه اكبر عادي خذ انا ما بكبر انا كل ما كان صغير كل ما كان احسن لا بالعكس احسن قريب من اليد الحين ايش اسوي؟ اي افرمها افرمها ايوه لا 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 مو كذا شوف 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 انا اقول لك عشان ايه ما هو امسك حط يدك هنا ومشي كذا عشان لا تعور اصبعك صح؟ صح انت عورت اصبعك خلاص؟ نعم يا رجل اي والله خلاص الامور طيبه اجل خلاص اذا الامور طيبه خلينا اكمل لا لا امور طيبه خش خش انا خش خش حبيب هيا وليد هيا وليد اللي بعده لابس جيب